انا هي المراه اللي جات عندي عقوس الشهر حتى للدار ووراتني وسمعتني اللي ما جاش على البال واللي وقع البنات خلاني نوقف على الطلاق. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الكبيدات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه واحوالكم جيده وتكونوا في اتم الصحه وفي اتم العافيه. مرحبا بكم في برنامجكم سمح حكايتي، برنامج المشاكل والحلول برنامج اللي كتحماقوا عليه. شكرا لكم بزاف بزاف. فما غاديش نطول عليكم وغادي نعاود لكم قصه شاخده يا البنات، شاخده ومن داك النوع ديال القصص اللي كتحماقوا عليه. فما غاديش نطول عليكم وغادي ندخلوا في القصه ديال خدنا زينب على بركه الله. السلام عليكم، الاسم ديالي زينب وفي عمري 41 سنه، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وما جرى فيها. انا خواتاتي عقوسي اللي ما كتحملش فيا الشعره واللي كانت كدير المستحيل باش تطلقني من ولدها، واللي في الاصل ما كانتش باغياني وما كانتش طايقاني، وزوجتني لولدها بزز من عينيها، ولكن في الاخر جابت لي شي حوايج اللي كيخلعوا ووراتني وسمعتني شي حوايج اللي انا اصلا ما قدروش يدخلوا لي للدماغ ديالي. داكشي البنات اللي كان سبب فانني نوقف الطلاق انا والزوج ديالي. جيت اليوم عندكم بغيت منكم غير النصيحه والدعاء. لقيت راسي حصلت الكلام وما عرفتش شكون اللي يرشدني وشكون اللي يوريني. ما عندي خوت، ما عندي خواتات، مقطوعه من شجره خيتكم، يتيمه الاب ويتيمه الام. غادي نعاود لكم شويه عليا. تربيت وتزاديت في اسره على قد الحال، ولكن ماشي الاسره الحقيقيه ديالي، وملي بديت كنعقل عرفتهم انهم ماشي عائلتي الحقيقيه. الاب ديالي كان تزوج بالام ديالي وهو كبير في العمر، وكان عنده تقريبا شي 65 عام. ملي تزوج بالام ديالي امي كانت صغيره ديك الوقيته وكانت مسكينه حتى هي مريضه، نقدروا نقولوا هي قبلت على با وبا قبل عليها. هي كانت عيانه شويه وكان مسكينه فيها السرطان وكان عاد في البدايه ديالو، وتا هي مسكينه ما كانش عندها الزهر، وكانت مربيه مع والدين اللي كانوا في العروبيه، وراكم عارفين الناس الكبار ديال العروبيه يعني ما عندهم غرض، اللي جا دفع. فجا الاب ديالي خطبها، كان الاب ديالي حتى هو مزوج عنده ولادو، مرتو كانت توفات وخلات ولادو كانوا كبارين وبغى يكمل حياته. خطب الام ديالي تزوج بها، الام ديالي غير حملات معاه. صافي الاب ديالي ملي درت انا عام في العمر ديالي توفى الله يرحمه ويوسع عليه، وخلى الام ديالي مع ربايبها. ربايبها غادي يجريو عليها وغادي يقولوا لها شكون انت وشكون باك، يعني بحال نقولوا جردوها من داك الشيء كامل اللي خلاه الاب ديالي، وقالوا لها انت ولدتي البنت ما عندكش حق تورثي. المهم مسكينه ما قارياش وما عارفاش وما عندهاش اللي يدافع عليها. غادي تهزني وغادي تمشي بيا للمدينه. فاش هبطت بيا للمدينه كانت كتخدم غير عند الناس، وانا كل مره فين كتخليني. حتى مسكينه تشد عليها الحال وتزيرت وكانت خدامه عند هاد الناس اللي انا دابا حاليا قلت لكم هما الاسره ديالي ماشي الحقيقيه. فاش شافوها هكاك عندها البنت وديكشي ما بغاوش يقبلوا بها في الاول. دخلها واحد السيد بحال نقدروا نقولوا كيجيها شويه في العائله، وقال دوك الناس ودي هاد البنت مسكينه ما عندها عائله وهادي وهادي، وغير عندها اليتيمه وغير مسكينه ارمله ومريضه، خليها تخدم معاكم والا شفتوا منها شي حاجه ديال اللعب انا اللي غادي نتحمل المسؤوليه. فين الام ديالي غادي تخدم مع دوك الناس؟ بقات مسكينه كطيح وتنوض. حتى درت انا في العمر ديالي تقريبا 5 سنين، ديك الوقيته الام ديالي تشد عليها المرض بزاف وما كانت كتشكي ما كانت كتقول. حتى النهار اللي طاحت مسكينه على وقفتها هزوا هذوك الناس داروا للطبيب، لقاو المرحله ديال المرض ديالها يعني تاخرات. هما في الاول كانوا كيسمعوا باللي مريضه ما كانوش عارفين باللي فيها السرطان، وهي اصلا ما كانت مسكينه عارفه فيها السرطان. صافي لقاو ان الحاله ديالها ديال السرطان وصلت لواحد الحاله متاخره، يعني مستحيل يتم العلاج ديالها. بقات مسكينه مورا ما مرضت ديك المرضه 15 يوم بالحساب على ما كيعاودوا لي ديك الناس، اما انا كنت باقا صغيره والام ديالي غادي توفى. صافي انايا كنت كنعقل على امي واحد الشويه، دابا انا حاليا كنعقل بعض اللقطات وصافي. توفات الام ديالي وانا غادي نبقى مع هاد الناس اللي بطبيعه الحال غادي يشفقوا عليا وما بغاوش زعما يفرطوا فيا لانني يتيمه. بقيت معاهم قد ما انا كنكبر وهما كيقولوا لي الحقيقه ديال ان الام ديالي يعني كانت مريضه وتوفات، الاب ديالي توفى ملي كان انا عندي عام، يعني كانوا كيقولوا لي الحقيقه ديال حنا هما ماشي والدي الحقيقيين. صافي بقيت عايشه مع دوك الناس، بديت كنكبر دخلوني للمدرسه الله يجازيهم بخير، وقد ما انا كنكبر والمشاكل كتكبر معايا. كانت عندهم واحد البنت في العمر ديالي وكانت كتغير مني بزاف، انا كنت قرايه ومجتهده وديا في قرايتي وتقيله في الدماغ ديالي،
وكنت كنشبه الوالده ديالي، وهذا الشيء بالشهاده ديالهم هما. قالوا لي الام ديالك مسكينه هكا كانت، يعني ما كنتحركش، راه الا ما هضرتيش معايا ما نهضرش، والا ما ضحكتيش معايا ما نضحكش، يعني واحد الانسانه اللي ثقيله وداخله سوق راسي. صافي هي هذيك بديت انايا كنكبر كيبانوا فيها معالم الانوثه، تبارك الله كبرت وعطيت للعين. هاد بنتهم هادي كانت كتغير مني ملي كنا صغارين، ودائما كنت كنسمع هاد الهضره ديال انها كتغير مني، وكان والديها كيشهدوها فيها، كيقولوا ليها انت هي كتغيري من فلانه. انا ما كنت كندي ما كنجيب، ولكن قد ما انا كنكبر وديك السيده الحقد ديالها كيكبر معاها، شحال من مره كنبغي نهضر معاها هكا ونتصاحبوا انا وياها نكونوا خواتات، كتقول لي انت ماشي اختي خصك تعرفي هاد القضيه. كنقول لها انا عارفه باللي انت ماشي اختي وانا ماشي اختك، ولكن حنا خوت في الاسلام. كتقول لي ما كاين لا اسلام ولا ايمان، انت راه بنت الخدامه خصك تعرفي هاد القضيه. انا هاد الكلمه هادي بحد ذاتها كانت كتجرحني بزاف. صافي كنت كنقول انا براسها ماشي مشكل، ولكن واحد المره غادي ناخذ منها موقف. بقينا كنهضروا انا وياها، قالت لي صافي تقدينا ولا قدست القد القب، حيت واحد الوقيته كانت شرات شي حوايج، ودوك الحوايج شراو لبسه ليا وسلبسه ليها، جات هي حرنت عليهم بجوج، قالت لهم انا غادي نديهم. ديك الوقيته كنا كنقراو انا وياها، هي كتقرا في التاسعه وانا كنقرا في الثامنه، هي كانت تقريبا كبيره عليا بعام. المهم شراو ليا لبسه، شراو ليا لبسه، قالت لها ما لا هذه ديالك وهذه ديال الاخرى. قالت لها لا انتما شريتو لها ديالها احسن ديالي. قالت لها ما يا ودي راه بحال بحال، راه مفارقين غير في اللون. قالت لها وانا عجبني هذا اللون هذا. هي كانت الصراحه وافيه عليا واحد شويه ديك الوقت، اما انا غادي نفوتها من بعد. صافي ملي جيت انا قلت لما، قلت لها صافي يا خالتي فلانه صافي بحال بحال خليها تدي اللي عجبها. قالت لي لا انا ما غاديش ندي اللي عجبني، انا غادي نديهم بجوج حيت عجبوني بجوج. قلت لها صافي خديهم. جات ما قالت لي لا مالك انت هي دايره بحال هكا، علاش انت مسمومه؟ هذه راه اختك وتربيتو انت وياها، مالك على هذا السم؟ قالت لها السم هو اللي فيها. المهم امها كتهضر هضره والاخرى كتهضر 20. طلعت معها بواحد التصفيقه تقلبت لها الوجه ديالها، قالت لها مالك وليتي بحال هكا، مالك دايره بحال هكا؟ قالت لها انتما اللي جبتوا هاد الداخله هذه ودخلتوها وسط منا، وهذه راه اصلا بنت الخدامه، والخدامه كيكونوا في الكوزينه. جيت انا ما نكذبش عليكم، كان داك النهار عندي ردة الفعل، قلت لها انت راكي زدتي فيها وعيقتي، زعما كتشوفيني ما كنهضرش صافي غتركبي عليا وتقولي لي ارا. وقالت لي مالك اش بجهدك ديري؟ نط انا وياها بغيت نشدها الصراحه نتفى، جات ما شدتني قالت لها بنتي نعلو الشيطان الله ينعل الشيطان. صافي انا ضربتها صافي ما تهضريش معاها انت. هي ايوا نهضت ليا بواحد اللسان ما خلاتليش، واش صافي تقدينا واش ولا صدق القلب؟ المهم ما خلاتليش، يا بنت الخدامه يا الجيعانه يا اللقيطه، اصلا انت باك ما عندكش امك معت مني لقطاتك. المهم واحد الهضره غير ديال الكيلو. اه وكيسمعها خوها الكبير، شدها عطاها قتله ديال العصا. من بعد قالت ليه انت واقيلا راك متصاحب مع داكشي علاش كدافع عليها، وناض شدها يا البنات بواحد الصمته عطاها ولعطي الله. داك خوها كان عنده شي 25 عام، هو الكبير فيهم. قال لي هاد البنت راه بحال ختنا، هادي راه كنعتبرها بحال كنتي، حاشا وليلا تنشوف فيها شي نظره ما مزياناش، حيت انا كيف ما قلت لكم راه ملي كان عندي عام وانا معاهم. صافي هي هذيك عطاها ولعطي الله. تما زادت البنت كرهاتني في العظم، كانت كدير المستحيل باش دوك الناس يكرهوني، ولكن هما مساكن ما عمرهم ما كرهوني، بالعكس كنت عزيزه عليهم، حيت ما كنتش كندير شي حاجه اللي يكرهوني عليها، وكنت غاديه معاهم في الخط اللي قالوها ليا كنديرها، وما كنديرش كاع شي حاجه اللي زعما كضرهم ولا كتجيب لهم الهضره، بالعكس داخله سوق راسي كنقرا قرايتي صافي. من بعد البنات ما عرفتش شنو قاسني، بحال جاني بحال شكل الصرع، وليت فاش كنمشي نقرا كنكون عادي هكا جالسه كنقرا، جالسه في الطاوله كنقرا، حتى كتجيني ديك الحاله وكنجمع فمي وكنكرز سناني وبحال كنشد يدي بحال كنعصب راسي، وكنبقى نعرنن وكنبقى نغوت كيخرجوا لي الكشاكش على فمي. هي هذيك وليت كنطيح بعض المرات، كنت كنطيح حتى ثلاثه المرات في النهار. في الاول بدات الحاله ديالي مره في السيمانه، جوج مرات في الشهر بحال هكا. من بعد الحاله بدات كتطور، دوك الناس في الاول يعني ما داو ما جابوا، كانوا كيقولوا يمكن غير الاعصاب وداك الشيء، ولكن من بعد غادي يعيطوا لهم الاداره قالوا لهم هاد البنت راه كطيح يوميا، راه ما يمكنش، خصوصا لا تعصبت ولا مثلا هضرت معايا شي بنت بشي هضره ماشي مزيانه، مثلا كنت هي كتحرش عليا البنات كتقول لهم هذه غير لقيطه، وكانوا البنات كيتنمروا عليا ملي كيقولوا لي ديك الكلمه ديال لقيطه، ما كنتش كنحمل، وكنت كنبقى نتعصب ونكرزز فمي ونعصب يدي حتى كنلقى راسي تلويت. صافي ملي جاو دوك الناس للاداره قالوا لهم البنت راه هادشي قوا فيها، هاد البنت خصكم تشوفوا لها الطبيب.
غادي يهزوني غادي يدوني للطبيب. مع العلم داوني للطبيب قال لهم راه يمكن غير الاعصاب ما عندها حتى شي حاجه، ولكن من بعد غادي يتبين عندي بدايه الصرع، وليت عاوتاني في الدوايات وطلع وهبط. وهنا صافي ما بقيتش قاده نخرج من الدار، وليت كنطيح حتى 3-4 مرات في النهار، عزكم الله حتى كنتبول في حوايجي. من بعد خرجت من المدرسه، واخا كنت كنقرا وكان عزيز عليا القرايه، وكنت باغي زعما نوصل لشي بلاصه اللي زعما محترمه ونهز راسي لراسي، حيت انا عارفه راسي يتيمه ما عندي عائله، وتا الام ديالي واخا عندها العائله ديالها حاولت انني نمشي عندهم ما داوهاش فيا، قالوا لي حنايا اصلا ما كنعرفوكش. المهم لقيت راسي يتيمه، خوتي اللي من الوالدين اللي من الوالد ديالي ما عقلوش عليا، اصلا جراو على امي وكنت حالفه زعما واخا يجيو عندي هما ما مشيش عندهم. المهم كنت اختكم مقطوعه من الشجره. صافي جلست في الدار، قلت لديك السيده انا ما نقراش، غادي نجلس في الدار خالتي فلانه خلوني نجلسها ما نقراش. صافي خلاتني جالسه في الدار، كنت اللي قديت عليها كنديرها معاهم في الدار، مع العلم انهم الخدامات ما كانوا كيحوجوني الصراحه حتى شي حاجه، ولكن بنتهم كانت حاطه عليا وانا ما نقدرش نجلس. هي البنات كتجي عندي كتقول لي نوضي هزي هادو صبنيهم، تصورو كانت كتهز حاجهكم كتهز سليباتها خانزين وكتجيبهم لي كتلحهم لي على وجهي كتقول لي صبني لي هادو راني باغياهم. واحد النهار شافها خوها دارت معايا هاد البلان هذا وشدها عطاها قتلة العصا، ما كانتش كتحمل في داك خوها الشعره، كانت كتقول له طايح فيها ومخبي على العلاقه ديالكم، وقد ما هو كتقول له هاد الهضره قد ما هو كيجعل عليها. المهم الطفوله ديالي والصغر ديالي والمراهقه ديالي دازت بحال هكذا، بقيت هكاك البنات صافي حتى لواحد الوقيته اللي غادي تهز لباها الفلوس وغادي تسميها فيا. هما في الاول ما تيقوهاش حيت عارفيني انا كان شنو كنسوا، عارفينها شنو كتسوى. في الاخر غادي تهز داك الفلوس غادي تحطهم لي مع حوايجي، من هذوك يقلبوا لقاهم في حوايجي، ولكن بيني وبينكم ربي راه كيفضح كيفضح. هاد السيده قالت لهم انا ما هزيتش، راه هي اللي هزتهم، مع العلم انا بيتي كنت كنسورتو، هي ما كتنعش معايا في نفس البيت، راه كتنعس مع خواتاتها، انا كانوا دايرين لي واحد البيت غير صغير كنت كننعس فيه حيت ما كنتسالكوش انا وياها، وتا خواتاتها ما كانتش كتخليهم ينعسوا معايا، عندها خواتاتها صغارين عليها. المهم هي اللي كنت كنعس بوحدي، رجينا بالمشاكل معاها، واش كان عندها الدوبل ديال السوات ولا ما نعرف، حشتهم ليا في بيتي. مع العلم واحد النهار ضغوات وصداع على داك بيت النعاس، جابها قال لي الساروت ديال بيتك شدي عندك وتبقاي تسورتي وتخلي الساروت عندك. داكشي اللي كان حيت هي كانت كتهز لي حوايجي من تما، واحد النهار لقيت شي حوايج مهزوزين، ملي قلت ليها حوايج راهم عندك قالت لك لا. ملي دخلت تماها البيت بقيت كتقلب لقيت حوايجي ديالي عندها، صافي تما باها قال كل وحده تشد بيتها صافي خليوني من المشاكل، وليت كنسورت انا بيتي وكنهز معايا ساروتي. ايوا هي اللي قالت لهم يا كبيتها بشحال هذه زولتوا لي السوار وعطيتوه لها، انا مهزي انا ما حطيتش تما، حيت با قال لها تقدري ديريها انت راك بنت الحرام قطره. قالت لي لا واش ما عقلتيش بابا راه هذه، ولكن با كان حكيم بالتصرفات ديالو، بدا كيبحث يبحث يبحث حتى عرف باللي بنته اللي دخلت لديك البيت، وشكون شافتها؟ شافتها الخدامه. وجا الوالد بدا كيقرب الوحده، حتى قررت له ديك السيده قالت له ودي شنو غادي نقول لك، بنت الناس وهذه بنتكم، هاد بنت الناس حنا راه هادي سنين وحنا هنا معاكم ما عمرنا ما شفنا عليها شي حاجه ديال الديفو، اما بنتكم راه هي اللي قبيحه، وراه شفتها بعينيها دخلت حلت الباب ودخلت وخرجت ما عرفتش شنو دارت تما. قالت لهم مرقتها كتحل الباب دخلت وخرجت وسدت الباب ما تعطلتش بزاف. هنا الوالد ديالها شدها عاوتاني ضربها عطاها والعطي الله. ايوا صافي تما لقيت المشاكل كثروا وانا ما بقيتش طايقه نعيش معاهم، ولات السيده كتاكل القتله في الصباح وعشيه عليا انايا، وكتجي عندي وكتبقى تهددني كتقول لي والله حتى نخرج عليك غير انا ولا بيا ولا بيك في هاد الدنيا. صافي قلت ليها انايا بالي ربحي، سيت اخواتاتي واحد الليله حويجاتي كانوا عندي شي حاجه ديال الفلوس وما كانوا كيدوروا معايا الصراحه، فين ما كيعطيو لبناتهم كيعطوني حتى انايا، عطوني واحد كانوا كيعطوني كانت عندي واحد البركه ديال الفلوس تقريبا هكا شي 500 درهم جمعها، ما كنتش كنضيع، هي بنت الحرام كانت كتضيع كتخرج مع البنات تمشي لهنا تمشي لهنا، انا لا ما كنتش كنضيع، كنت السريه اللي تحط في يدي كيبقى عندي، شحال من مره كنكونوا خارجين كيدوروا معانا فلوسي انا كنخليهم عندي وهي كتخسرهم. ايوا نكمل ليكم، هزيت دوك الفلوس وبات ما صبحت الصراحه خليتهم ساكن مقليين بشويه هنايا، ولكن فاش مشيت اش غادي نقول لكم ما لقيتش فين نمشي، بان فيها غير واحد خالتي الخط ديال هاد السيده اللي قلت لكم رباتني، مشيت عندها. المهم شافتني مسكينه هكذاك بحال حتى هي حست بيا حيت ها كانت عارفه المشاكل اللي كانوا بيناتنا راه ملي كنا صغارين داك الضغينه بيناتنا، وهي اللي كانت كرهاني، اما والله انا بالنسبه لي للبنات الا كانت عندي عزيزه بحال اختي غير هي كانت كتطلع لي الدم اللي كانت كتحفر عليا.
صافي ديك السيده ملي شافتني مسكينه هكا في ديك الحاله شدتني عنقتني هي كتبكي وانا كنبكي. المهم بكيت وبكات معايا الدم. في الاخر قالت لي شوف بنتي دوك الناس ما تساليهم على الطبخ بزاف، الا كان ديك المجرمه ديال بنتهم هكا قبيحه هما راه ماشي غادي يقتلوها، راه بنتهم راه ما عندهم كيفاش يديروا الله يحسن عيونهم حتى هما. قلت لي انا ما كنلومهمش هما، انا كنلوم بنتهم، علاش زعما حاطه عليا هاد الحطه كامله؟ ايوا هي هذه. قالت لي دابا شوفي تهدني انا غادي نمشي نهضر معاهم وغادي نجي، حيت هما راه تلقاهم كيقلبوا عليك. صافي مسكينه مشات، مي مشات غير وصلت عندهم وهما فرحوا قالوا ليها امضره واش عندك شي خبر فلانه راه نوضنا ما لقيناهاش. قالت لهم ودي راه عندي وراها كيفاش كيفاش. المهم شدوا بنتهم ما خلاولهاش بالهضره، قالت لهم واش انا جريت عليها وهي اللي مشات. المهم هضرت معاها خالتها قالت لها بنتي الله يرضي عليك البنت راه مسكينه يتيمه، شنو كدير لك هذه البنت فاش ضارك؟ قالت لها كيتعاملوا معاها احسن مني انايا. قالوا لي احنا ما كنتعاملوش معاها احسن منك، هذيك الانسانه راه كيف ما كان الحال هذيك راه يتيمه وما عندهاش وليد. المهم بداو كيشرحوا لي بدات كتهضر معاها خالتها. صافي قالت لها انا صافي من دابا ما نهضر جرتها فعلا غادي تجي عندي ديك خالتها. قالت لي ها انت تقسي معايا هنا واحد السيمانه، فوجي شويه حيدي عليك القنطه وداك الساعه نديك. فعلا جلست عندها سيمانه بالحساب، هزتني رجعت عندهم للدار لقيت البنت مكالميه صافي ما بقاتش كتديها فيا، وانا ربي غادي يسهل عليها وغادي تمشي دير واحد التكوين خارج ديك المدينه. ما كملتش قرايتها للباك، كانوا كيقولوا لها قراي غير للباك بعدا ويحمل الله. قالت لهم ما نقراش، داروا لها واحد التكوين ما كانتش كتقرا في نفس المدينه. المهم بحال تهنيت منها انايا، واخا تخواتاتها كانت مربيه فيهم ديك الحقد ولكن ماشي بحالها. من بعد انا هاد خواتاتها غادي ندخل معاهم غير بشويه بشويه، حتى صافي وليت انا وياهم متفاهم، وليت انا وياهم متفاهمين. يعني كنت كنخبي عليهم كيديروا شحال من زبلات كنخبي عليهم ما كنشكمش بيهم، اختهم كانت كتخبي عليهم وكتهددهم بديك الشيء. اما انا شحال من وحده كنحصلها كتهضر مع الدراري بزاف ديال الحوايج مع باهم كنزير عليهم. المهم كنت كنقول لهم انا اختكم انا جيبكم الصغير ما تخافوا حتى من شي حاجه. بقيت عايشه مع هاد الناس سنوات وسنوات عديده وما عمرني غادي ننسى لهم خيرهم، حتى وصلت للسن ديال 18 سنه خطبوني شي ناس. هاد الناس هادو اللي خطبوني كيجيو لهاد الناس هادو اللي كنت عندهم من العائله. كان شافتني امو قالت لها ودي راه جبتنا البنت الا تعطيوها لينا. قالت لها ودي الا بغات تزوج انا والله ما نحسدها الله يسهل عليكم، علاش فيها الخير؟ قلت لها ودي انا ما نتزوجش انا راني باقا صغيره. واخا الصراحه كنت كارها وطالع لي الدم، ولكن فاش مشات هذيك اختي اللي قلت لكم عليها صافي تهنيت شويه. قلت لها انا ما نتزوجش ماشي دابا. ردت عليهم قالت لهم البنت راه ما بغاتش تتزوج. صافي ما تزوجش انا الصراحه. بقينا هكا كير واحد 6 شهور وبنتهم غادي دير لهم اكبر فضيحه. البنت غادي ترجع طالع لها الدم ماشي كيف ما مع وايدها كانت متعجرفه بهذا المفهوم هذا، ما كتقدرش تهضر معاها وكتلقاها كتزنفط غير بوحديتها. هذاك النهار جات الوجه ديالها كحل مبدل. المهم اللي جات وهي غير عيانه وغير كتخمم، عيط فيها امها مالكي مالكي جيتي مبدله جيتي مغيره؟ تقول لها غير والو ماما راه ما عندي حتى شي مشكل. ايوا جيت انايا قلت انا نهضر معها الله لعل وعسى نعرف مالها. البنت ساده عليها وغير كتبكي، ما كتاكل ما كتشرب، حسيت بها بلي مريضه ماشي هي هذيك. مشيت عندها قلت لها فلانه، قالت لي شنو؟ قلت لها مالك اختي شتك عيانه؟ قلت لي لا غير ستريس ديال الخدمه وانا يلا دابا شديت البوست ديالي وجاني العيا وستريس وندمت حق علاش بعدت عليكم كون حساب لك راني بقيت هنا. قلت لها دابا ما مشاش الحال صافي انت بديتي الخدمه كملي داك 6 شهور ديال السطاج ورجعي بحالاتك خدمي هنايا. وقالت لي ان شاء الله يكون خير. شويه انا لقيت البنت كتبكي بكي بكي هيق هيق هيق. قلت لها مالك؟ يقولي شنو كاين؟ انا كان فاش نعاونك نعاونك. قالت لي اختي امني عليا ونقول لك. قلت لها فتي في امان الله قولي شنو كاين ياك لاباس؟ قالت لي انا حامله. اويلي استغفرت الله. قالت لي والله حتى حامله. قلت لها ولكن ما يمكنش. قالت لي هادشي اللي كاين. البنت كتبكي كطيع 10 من العين. قلت لها ودابا كيفاياش؟ قالت لي ما عرفتش. قلت لها وشكون سبب فهادشي؟ قالت لي واحد السيد. قلت لها هاد السيد هذا شنو واش خدام معاك واش؟ قالت لي لا هاد السيد مزوج وعنده ولادو. قلت لها ويلي انا مزوج وعندو ولادو ونوتي تحملي معاه؟ قالت لي شوفي ما تجيش ديري لي روك المفتي. قلت لك حامله واش عندك الحل ولا ما عندكش؟ قلت لها اين حل؟ قالت لي دابا عاد انت كتقولي لي لا عندك شي مشكل نلقاو له الحل. دا صافي دغيا رجعتي في كلامك بحال بينت على داك الجانب القبيح ديالها. قلت لها اختي حنا نلقاو الحل غير بشويه ولكن بلا ما تزعفي ليا. قلت لي غير سمحي لها اختي انا انت كتشوفي معصبه وانا دابا حامله وكنخاف من التفضح. قلت ليها فعلا شكون هاد الاب اللي غادي يرضى على بنته وتجيب له الفضيحه؟ قالت لي شوفي دابا بلا ما تعايريني عاود ما تجلسي تلوميني انا راه جيت متاخر وقلت لك انا حامله اذا خصك تلقاي معايا الحل.
قلت لها شوفي شتي شنو غادي نديرو؟ قالت لي شنو؟ قلت لها خصنا نقولو لماماك الحقيقه. قالت لي ولي استغفر الله، واش بغيتي تقتليني واش بغيتي تجنيني؟ قلت لها غير سمعيني مزيان، قلت لها الام كيف ما كان الحال والاحوال راه كتبغي تستر على بنتها، قلت لها دابا امك اللي غادي تلقى لك الحل، دابا انت خاصك ضروري تهضري مع الام ديالك، واخا ضربك واخا شنو ما بغات دير لك، المهم هي ما غاديش تبغي باك يسيق لك الخبر، وهي غادي تلقى لك الحل الانسب. انا ما عندي ما ندير لك، انا نقدر نسر عليك هاني نعاونك في اي حاجه، قولي لي فاش نعاونك نعاونك. المهم بقات كتبكي تبكي، قالت لي صافي سيري خرجي عليا خليني نفكر ونشوف شنو غادي ندير. هزيت راسي وخرجت وانا ما نكذبش عليكم مرفوعه، كنت كنضرب على وجهي وكنقول ويلي هاد بنت الحرام شنو دارت. صافي من بعد ما فكرت مزيان عيطت عليا، قالت لي دابا انتي كتشوفي انا الا قلت لماما الحقيقه غادي يكون حل. قلت ليها شوفي راه ما عندكش شي حل اصلا من غير هذا انك تقولي الام ديالك الحقيقه، امك غادي تقلب لك على الحل. قلت لها حنا نتعاونوا ونستروا عليك، ولكن الحل امك خاصها تقلب لك عليه، حيت هذا الشيء هذا اللي راكي واقعه فيه مشكل خطير وكبير. المهم قالت لي شوفي انا دابا ماما عارفه رده الفعل ديالها كيفاش غادي تكون، اكيد غادي تشدي تنحني، ولكن خصك تعاونيني باش نوصلها للام ديالي. قلت لها كوني هاني انا غادي نهضر معاها. قلت لها قولي لها ولكن حاولي انك تدرقي عليا، انا ما نقدرش نتحمل الغوات ديال الام ديالي. قلت لها صافي كوني هاني. شديت ديك السيده، كنت مره كنقول لها خالتي مره كنقول لها امي فلانه مسكينه كانت عيانه ديك النهار، جيت عندها نهضر معاها لقيتها شاده على راسها. قلت لها مالك امي فلانه؟ قالت لها ودي بنيتي راني عيانه. قلت لها مالك؟ قالت لي ما عرفت واش طونسيو ولا شنو هادشي، الدوخه شداني وهي مسكينه بحال كانت سابقها. قالت لي ما عرفتش مالي. قلت لها هو كمشيتي للطبيب وشتي مالك؟ قالت لي ودي انا اش غادي نقول لك، هاد الصباح تصبحت هكذا، اما انا راني كنت مزيانه. قلت لها واخاتي فلانه ما يكون عندك باس؟ هو جيت خارجه من عندها وهي تقول لي فلانه؟ قلت لها نعم. قلت لها بنتي شتك جيتي بغيتي تهضري معايا؟ قلت لها باس. قلت لها لا لا صافي حتى من بعد. قالت لي لا اجي. قلت لها انت هي انا ماشي وقت هاد الهضره هادي. قالت لي لا شوشتيني مالك مع الاخرى عاد ثاني. قالت لي حتى كنتهناو منها وكتجي لنا الصداع ديالها. قلت لها لا لا امي فلانه والله ما قالت لي شي حاجه هاد المره. قلت لها ولكن مالك بنتي قولي لي شنو كاين؟ قلت لها ودي امي فلانه اش غادي نقول لك، الموضوع اللي بغيت نهضر فيه معاك خصك تكوني واقفه على رجليك باش زعما تهزي الدقه. قالت لي بنتي خلعتيني وشوشتيني. قالت لي قلت لها ودي ما عندي ما نضرق عليكم، عندي ما نخبي لك، المهم شدي في راسك. قلت لها هادشي راه ما خصوش يتسكت عليه. قالت لي قلت لك قولي مالك ياك لاباس شنو كاين؟ راكي خلعتيني وشوشتيني. قلت لها امي فلانه فلانه بنتك؟ قالت لي دابا عاد سولت قلتي لي ما مالك مع والو؟ قلت لها المشكل ما كيخصنيش هاد المره كيخصها هي. قالت لي مالها شنو كاين؟ اش من زبله دارت عاوتاني؟ انا غير قلت لها اش من زبله دارت عاوتاني، وانا دارت لي في بالي الطق زعما هادي راه يعني موالفه بالزبايل، ولكن العائله ديالها كيحبوا عليها. قلت لها ودي يا امي فلانه راه فلانه غلطت، وراه كنا كنغلطوا هادي دات عليا. قالت لي الله يرضي عليك بنتي ما عنديش فين يقيل الدار، قولي لي شنو كاين وجيني من الاخر. قلت لها بنتك فلانه حامله. اويلي استغفرت الله. شديت لها على فمها وقلت لها عافاك الا ما سكتي عندك يسمعك عمي فلان. قالت لي شنو كتقولي؟ قلت لي واش هاد الهضره اللي كتقولي فيها واش مأكده منها؟ هاد الهضره هادي راه بنتي فيها تطيح ديال الروح. قلت لها امي فلانه هنا راني ما كنكذبش، راه بنتك هي اللي قالتها ليا، ودابا راه جيتك بوجه الله غير شوفي دابا كيفاش ديري. قالت لي شنو غادي ندير المسخوطه كي دارت هادشي؟ شكون هو مولف على؟ قلت لها انا ما قالت ليش شكون، ولكن غالبا شي واحد كتعرفو، غير هو السيد مولف على مزوج. المهم مسكينه بدات كتليد وكتضرب في خدها وتضرب في يديها وتضرب في وجهها. سديت الباب انا بالساعوز غير بس زعما ما يسمعنا حد. قلت لها غير سكتي دابا حنا خصنا نقلبوا على الحل. هي دارت بالزبله دارت مشكله كبيره، ولا سبق لها با الخبر راه غيدير لها ويفعل لها ويترك لها. قالت لي راه بالضحى راه غادي يشرب من دمها. قالت لي اما خوها؟ قالت لي خوها اكيد غادي يقتلها ويمشي يدوز الحبس. المهم قلت لها داكشي اللي ما بغيناهش حنا. قلت لها واش تبغي ولدك انت يمشي يقتلها ويوسخ يدو ويمشي يدوز الحبس؟ هو مسكين خدام على راسو، كان مسكين يتزوج ديك الوقيته كانوا خاطبين له. ايوا بقات تبكي وقلت لي حتى شبعت. قالت لي نوضي نوضي نمشي عند المسخوطه. قلت لها خليها دابا نفكروا في الحل. قلت لها شنو غادي ندير؟ قلت لها البنت هادشي خصها تطيح ولا تشوف شنو غادي ندير. المهم اش غادي نقول لكم، قتلت راسها ديك النهار. قلت لها يلا انا غادي نديك عندها ولكن وجه الله ما نقيسيهاش. دقينا عليها قالت لي شكون؟ قلت لها غير حلي. قالت لي واش معاك ماما؟ قلت لها انا معها هي معايا. قالت لي راني معها. قلت لها راني معايا راني معاها بنت الحرام حلي.
عندك الوجع عاد اللي كتقولي لي فيه ماما. ايوا دخلنا بقات زعما كتمطا باغا تضربها وانا بيناتهم في الوسط. المهم قلت لها متهدنوا تهدنوا دابا خصنا نلقاو الحل لهذا المشكل هذا. قلت لها بنطلعها شكون مول الفعله؟ قالت لي دابا ماشي مهم انا بغيت غير نتفك من هذا الشيء ما عرفتش كيفاش ندير له. قالت لي عرفتي كيفاش هي كيفاش تحملي به ما عرفتيش كيفاش تطيحيه. المهم بقاو كيهضروا. المهم ما خلاتلهاش بالمعيور عيرتها سبتها في الاخر. قالت لها واش هذا السيد زعما ما يمكنش انه يصلح الخطا ديالو. قالت لها انا ما بغيتش. قالت لها كيفاش ما بغيتيش؟ قالت لها بغيت تزوج بيا في السر ولكن ما بغيتش انا مازال عاد يلا باديه في الخدمه. قالت لها لا بنت الحرام في الاول ديري الاحتياط ملي بلاك الله بلاك الله بدعوة الشر ديري بنت الحرام الاحتياط. قالت لها كنت كندير الاحتياط ديالي وديك اللي حبه نسيته. قالت لها الله ينعم عليك ما يحشمي الكلبه ها هي اختك. ايوا غير هي قالت لها هي اختك وهي تنوض كطريام. قالت لها بسبب هاد اختي هذه اللي كتعايروني بها انا كندير هاد الشيء. قلت لهم عافاكم الا ما سكتوا. قلت لها دابا انت درتيها قدك قدك قد راسك وتجي تحطيها انا عليا. قلت لها دابا عوض ما تبقاي تهضري هاد الهضره الخاويه خصنا نلقاو الحل لهذا المشكل هذا. صافي هذيك بقينا كنفكروا الحل كيفاش غادي نديروا الحل. قلت لها طيحيه. قالت لي انا ما عارفاش كيفاش غادي ندير نطيحو. قلت لها طيحيه غادي نشوفوا كيفاش نديروه طيحيه. عيطت لختها هذيك بعدا اللي كنت كنمشي نغضب عندها انا مره ملي كنتناقش معها هذه. قالت لها دابا تجي عندي. قالت لها ياك لاباس. قالت لها راني عندي مشكله خطيره. قالت لها هو الا كان هكاك اجيو نتوما عندي. هزت راسها دات بنتها ومشات. في الاول كانوا غاديين غير بوحدهم حتى نصوا الطريق هكا خرجوا لبرا من برا من الفيلا وهي تعيط عليا. قالت لها بطي يلا تمشي معانا. فين لبستي عليا ومشيت معاهم طريق كامله وهي كتعاير فيها طريق كامله وهي كدور فيها. كنا مشينا غير على رجلينا مع تاختها خصها كنا غير فداك الجوي هذوك طريق كامله وهي كتعاير وتسب فيها. وصلنا عند خالتها قالت لهم شنو كاين ياك لاباس؟ قالت لها بنت الحرام ها شنو جابتني حرامي ما عرفنا منين تسلطت عليه. خالتها بقات مسكينه غير كتشوف. هاد خالتها هادي كانوا مسكينه عندها ولادها وكانوا كبارين يعني وكانت كتمنى تزيد تولد وما عطاهاش الله. جات اقترحت عليها قالت لها عوض ما نقتلو روح خلي بنتك تولد وهادشي ديالها انا نسبو ليا. قالت لها كيفاش؟ قالت لها انت ماشي شغلك انا غادي ندير الفتوه ديالي انت ماشي شغلك. فعلا داكشي علاش اتفقوا في الاول ما بغاتش. قالت لها انا ما يمكنش انا راني كنقرا ما يمكنش يشوفوني الناس هكا بالكرش وهادي. قالت لها لا هي كنتي عاد بديتي راكي عاد ستاج سمحي ما تقتليش ولدك ولا بنتك ما تعرفيش الوقت من هنا للقدام شنو تجيب. قالت ليها واخا خليه لي انا والنهار تحتاجي ولدك ولا بنتك انا نعطيهم لك المهم ما تطيحيش. قالت لها واخا. صافي داكشي اللي كان اتفقوا هي وياها على هادشي هذا. السيده مشات تكمل على اساس تكمل ستاج ديالها باش تقرب تبان كرشها هكا صافي تحبس. ايوا شفناكم ما شفناها بنت ما بقاتش رجعت كاع للطافي ما كتعيط لها ما كتجاوبها كتقول لها انا ما يمكنليش نجي كرش بدات كتبان ليا. صافي من بعد السيده ما بقاتش كتجاوبنا ما بقات صافي بحال نقدروا نقولوا البنت غبرات. صافي كانت هنا كانت لهيه تقطعوا منها الياس باه مسكين ما خلى فين ما قلب وما كانش عارف شنو كاين. هذا لقت عليها يعني ما قالتليش البنت راه حملاته. هي كانت كتقول له بنتي واقيلا داروا لها السحور وبنتي راه داروا لها المحسادات وكانت كتمشى مع البنات واقيلا داروا لها السحور تا داز اعوام واعماء وما عاد غادي تبان. المهم هذاك العامين هذيك اللي غبرت البنت انا غادي يجي واحد السيد يخطبني. ملي جا يخطبني ذاك السيد صراحه وافقت انني نتزوج. صافي جا ذاك السيد خطبني صراحه تعرفت عليه انا وياه غير بالصدفه. واحد النهار انا خارجه نجيب واحد السخره ماشي عندها خالت هاد البنت هذه اللي قلت لكم بحال خالتي وانا نلقاه داير تما في ديك الجهه. انا خرجت هو بدا تابعني وصلت للدار ديال خالتي جبت عليها الصخره رجعت هو تابعني. في الاول رديت له البال وما ديتهاش فيه عاوتاني بقينا هكاك وصافي السيد عاوتاني بقينا واحد اليومين بحال هكا نفس الشيء. كنخرج كنلقاه اونفاس مع الفيلا في الاول حسب لي ساكن تما ولكن الجيران ديال تما كلهم كنعرفوهم. قلتها انا لمي قلت ليها ودي امي راه واحد شي وحده شنو ها شنو واش سكنوا جداد ولا وريتو لها. قالت لك اودي هاد الكماره اول مره كنشوفو هنا راجل كبير زعما ماشي صغير. هي هذيك صافي فين ما كنخرج السيد كيتبعني بقينا واحد المده حتى واحد النهار هما جاو بقوا علينا شي ناس. بقات واحد المراه وبنتها جاو على اساس زعما يهضروا فيا انايا. صافي فاش جاو استقبلتهم السيده في الاول ما كناش حنا عارفينه ولكن في الاخر عارفينهم ولكن في الاخر غادي نعرفوا بلي هذاك السيد اللي كان كيتبعني هو اللي صيفطهم. ايوا جات السيده كتسول قالت ليها ودي راه عندكم واحد البنيته هنا شافها ولدي وباغيها الا تعطيوها لينا.
هي ما عرفتش شكون فينا البنات، حيت كاينين خواتاتي الاخرين اللي صغارين، وكاين انا وهذيك اختي اللي قلت لكم مشات غبرت عامين، مدة عامين غبرت ما كاينش الاثار ديالها. صافي هي هذيك امي قالت لها ودي انا ما عنديش غير هاد البنت، عندي بنات اخرين. قالت لها ودي الكبيره وعلى المواصفات ديالها كنظن هي هاد البنيته هذه اللي انا. صراحه انا جاتني في شي شكل، قالت لها على ولدك فين شافها مزيانه ما كتخرجش. قالت لها راه كيشوفها كتخرج من الفيلا، راه تبعها شي جوج مرات ولا ثلاثه. ولديها كيفاش ها كيفاش داير؟ ايوا صافي هي دارت لها فراسها الطق، قالت لك مالك الدري اللي كيجي يوقف هنايا على قبل الفيلا. قلت لها ما نعرف انا والله ما كنعرفو. قالت لك ما كتعرفي؟ قلت لها بالعمى امي والله ما كنعرفو ولا كيعرفني. هاد السيد فعلا كان يتبعني شي جوج مرات ولا ثلاثه، ولكن راه كيعرفني انا ما كنخرج ما كنضرش، حتى التليفون ما عنديش. ايوا قالت لها شنو غادي نقول لك الشريفه الا كان كيهضر على هاد البنت؟ ها هي نتشاورو معاها حيت هادي راه بنتي، ها بنتي، وكنقولها لها وهي راه عارفه الحقيقه. قالت لها كيفاش بنتك؟ ها حنا عرفناها بنتك داكشي الا جينا عندكم. قالت لها ودي بنتي ديال التربيه، راه ماشي بنتي اللي ولدتها. قالت لها باش نجيكم الحقيقه من الاول، هاد البنت ها كيفاش وقع لي معاها، ها كيفاش ها كيفاش. عاودت لهم داكشي اللي عاودت لكم ولكن ماشي بالتفصيل. قالت لهم ما كانت كتكون معنا هنايا بحال بنتنا، وكنقدر عليها الله وتوفات وخلاتها عندها 5 سنين، وهاد البنيته بحال حنا ربيناها ملي كانت عندها عام وهي معنا هنا. قالت لها تربيت يديه ولكن ماشي بنتي البيولوجيه، يعني هذه راه باها كان كبير وتوفى امها مربها توفات، وها كيفاش ها كيفاش. ايوا السيده بحال تشوكات. قالت ليها ولكن، قالت ليها مالها واش ما عجباتكش؟ قالت ليها لا انا ولدي قال لك ايوا البنت بنت هاد امال البيلا وانا حسب لي بنتكم. قالت ليها ايوا راه البنت راه بنتنا، راه قلت لك راه بنتنا وتربيت يدينا، راه مقطوعه من الشجره، ما عندها لا اب لا ام لا خال لا عم، احنا فيها العب فينا العائله ديالها كاملين. ايوا السيده بحال مشات وهي مقبوصه، تصوروا حطينا لهم ياكلوا بحال تقمت ما بغاتش تاكل. نات مشات بحالات ها ما بقاوش رجعوا شي شهرين. حتى واحد النهار حنا نلقاوها راجعه جايه، وجايين هاد المره شي خمسه بهم بين الرجال والعيالات. جاوا قالت لها ودي سمحوا لنا راه ما رجعتش عليكم ديك النهار، حكا كان عندنا شي ظروف وهذه وهذه، ودابا جينا نفضيو في البنت لا تعطيوها لينا. تشاوروا معايا انا قلت لهم بسم الله الصراحه ما مشرطه ما والو، باغا نتزوج انا ندير وليداتي. فعلا قراو الفاتحه اتفقوا على العقد على العرس على كل شيء، اتفقنا نديروا العرس من هنا 3 شهور. السيد هضر معايا، السيد كبير في العمر ماشي نقول لكم صغير ولا، المهم خدام على راسو موظف. قال لك ودي نطلق كنزوج ما تفهمش هو المراه وطلقوا، عنده جوج وليدات توام داتهم هم، يعني هي اللي مكفله بالحضانه ديالهم، راه حتى الشوفان ما كيشوفهمش، راه اصلا هو وياها كانوا في المشاكل وكان حصلها مع شي واحد بحال حتى ولادو عدفهم، وهو كيقول بلي هادوك ماشي ولادي. المهم السيد دابا باغي يتزوج يبني حياتهم ثاني وجديد، ولكن كتحس مو بحال ما حاملانيه شويه شويه، تقول لك ايوا شتي حنا حساب لينا انت بنت هاد العائله، ساعه صدقتي غير بنت الخدامه. دارت فيها امي قالت لي حشومه عليك، هادي ماشي بنت الخدامه، هادي راه بنتنا حنايا. ولا كانت ما خدامه راه كانت كتخدم بعرق كتافها وبدراعها، واش الخدمه ولات دابا عندكم نتوما حرام ولا عيب؟ وتضرت فيها امي حيت سكتات. صافي هي هذيك اخواتاتي توكلت على قلت نمشي نتزوج نقص على هاد العائله راه اللي فيهم يكفيهم. قبلت على داك السيد قلت ليه بسم الله توكلنا على الله. درت 3 شهور درت العرس ديالي، روحت عندهم فأتم الصحة وأتم العافية كما كيقولوا، دوزت الدخلة ديالي مزيانة عادي، الأمور غادية طيبة. حملت من داك 3 شهور الأولى اللي كنت معاهم حملت، ولكن موجلها خفين ما تنهض تعايرني ومتخليليش بوك وجدك أمك، بوك وجدك أمك كانت ما كتحملش فيا الشعرة، كتكرهني في العظم دايما كتعايرني، كتقول لي أنا كون حساب لي أنت بنت الخدامة والله ما نجيبك لداري، وأنا غير ولدي اللي غلبني في الري، وأنا انا الصراحه كنبقى غير كنشوف. ايوا كنرد على الدمعه والحنونه. صافي السيد الصراحه كان كيتعامل معايا مزيان ما خصني حتى شي خير، ولدت معاه ولد الاول، دار ولدي هكا تقريبا 3 سنين وتحملت عليه ولدت البنت، وانا مازال مع والديه. حتى لواحد النهار نط لي مو اختو، اختو كانت جات غضبانه من راجلها وجات كدير لي في المشاكل، وقالت لي كيف ما طلقت انايا والله حتى انت تطلقي. قلت لها انا شنو درت لكم؟ علاش زعما حاكرين عليا؟ نهار اللي نط كنهضر على حقي ناضوا ليا تعاونوا لكم تعاونوا لك عليا، عطوني قتلة هادي العصا. جا هو لقاني عرفتو كلشي فيا زرق. قلت ليه شوف العائله ديالك شنو داروا فيا. بقى كيشوف يشوف في الاخر قال لي صافي ما تجلسي معاهم حتى دقيقه. قلت ليه الا خليتيني معاهم دقيقه واحده غادي نهز راسي ونمشي عند والديا، انا كيحسب لكم مقطوع من الشجره ولكن راكم غالطين ما مقطوعاش من الشجره، انا عندي واحد العائله وخربوني
راه ما عرفوش شنو ربو، ولا رجعت عندهم ما غاديش يتخلاو عليا. صافي السيد ناض لوالديه ما خلالهمش، باه كان واحد الانسان ظالم كان كيجي مع مرته وبناته، قال لهم انا مرتي غنخليها معكم هنا تدقيقه. قالوا له هي اللي هزيتيها دابا ومشيتي بها، فعلا غادي يهزي داك الليله باتنها غير في الوطيل. صافي من بعد غادي نكري واحد الدويره، مشيت عند امي اللي رباتني، جمعت لي القش هكا، جمعت لي الحويجات حيت هما لاباس عليهم. قالت لي المهم سيري عزلي مادام راجلك معاك مزيان صافي، كان هو ما مزيانش معاك حنا غادي نديرو معاه الحل، ولكن مادام هو مزيان وهو باغي يعزلك صافي دبر راسهم والديه خليهم في الثقه. فعلا خواتاتي غادي نبدا معاه من تحت الصفر. السيد كان خدام على راسو موظف بس الصالير ديالو بالخلصه ديالو، ولكن راه كيعارفه ملي كتخرجي انت ويا هذا الشارع راه كتبداوها من تحت الصفر. والله العظيم الا قلت لكم كنت كنجوع راسي وكنزيدها فيه. هاد السيد وصلت معاه تقريبا العشرة ديال سبع سنين، هنا فين غادي تبان اختي المحترمه اللي غادي تبان، وغادي تبان بالولد. ولدها تبارك الله ولا عزري في الطوله ديالها. فاش بانت غادي تعيط عليا ماما، قالت لي يا بنتي الا عرفتي شكون اللي جا عندنا هذا النهار. قلت ليها شكون امي؟ فلانه لا، فلتن لانه لا، علانه لا. قالت لي اختك بنتي، اختك راه بانت وجات، وهاد المره راه جات وجابت معها الولد وجابت معها الراجل. قلت لها كيفاش؟ قالت لي بانت مزوجه وعندها الولد. المهم فرحت تبقيت كنبكي انا، قلت لها واش ماما بصح واش بصح؟ قالت لي والله بنتي لا بصح. المهم قلتها لراجلي، قلت له شنو شنو اختي اللي كانت غابره راها رجعت. يا انا قلت له اختي اللي كانت غابره راها رجعت، وضربتي بحال ضربتي بالتصفيقه. السيد شوكا بقى كيحمر ويزرق ويخضر. قلت ليه مالك؟ قال لي لا ما مالي سبحان الله العظيم، هاد المده كامله وهي غايبه ودابا بانت. فين بانت؟ وبدا كيسول كيانسيستي على الاسئله، وفين ومالك؟ ما قلتي لي والو، واش كتخبي عليها؟ قلت له ودي انا راه مازال ما عارفه والو، انا راه امي عيطت عليا قالت لي اختك بانت ولكن مازال ما سمعت والو. انا دابا هاد النهار غادي نمشي عندهم ونشوف. قال لي سيري. نهار كامل هو كيقول لي فوقاش تمشي، يلاه هي تمشي. فاش مشينا قلت لي يلاه دخل. قال لي يلا. قلت لي يلا دخل معايا وتعرف على اختي. قال لي يلا من بعد غادي نتعرف عليك، المهم انت هنا فوقاش بغيت تجي؟ قلت له خليني نجلس مع اختي واحد اليومين ولا ثلاث ايام. قال لي انت تا سيمانه، فاش بغيتي تجي عيطي عليا. داكشي اللي كان جلست معاهم ثلاث ايام، فاش مشيت عرفتو بقات تعنق في وتبوس وتسلم تقول انت هاد السيده كتبغيني. المهم السيده بانت لي فشي شكل. قلت لها اختي فين كنتي وفين غبرتي؟ قالت لي اختي ما تسولينيش على الماضي، صافي انا الماضي دفنتو شحال هادي، دابا هضري معايا على الحاضر. قالت لي انت شنو درتي؟ قلت لها انا تزوجت عندي وليداتي انت كتشوفي. المهم ايوا جلست عندهم ثلاث ايام، الصراحه داز فن هذيك ثلاث ايام. المهم هذيك عرضت انا على اختي، قلت له غادي نعرض على اختي. قال لي مرحبا بها. النهار اللي بغيت نعرض لهم قال لي لا ما تعرضيش هاد النهار حتى الغدا. قلت له واخا ماشي مشكل حيت انا بغيت نعرضهم في الويكاند. قلت لي زعما بغيتك تكون هنا وتسخر عليا؟ قال لي اللي بغيتي نجيبها لك في الليل، شنو خاصك؟ كتبت له في الورقه داكشي اللي خاص في الدار، عيطت لعقوسي قلت لها جي باش تعاونيني، هي واحد لوسي صغيره صراحه داك الساعه ولينا مزيانين مع بعضياتنا وما كيجيو عندي، كنمشي عندهم ولكن في الحدود. المهم جات اختي داك النهار فاش غادي تجي، عقوسي النهار كامل هي تسولني كتقول لي يا بنيتي هاد اختك ما عاد فين شتها؟ سابق لي شتها مع اختي شحال هادي ما كانتش كدير الحجاب، كانت زعيره شقرا اللون ديالها بحال نقولوا بحال الكور. ففي الاخر واخا تزوجت صراحه قاوري مسلم دايره الحجاب ديالها ولبسه محترم زعما ماشي كيف ما العاده. كتقول لي بنيتي هاد البنت انا بحال فايت لي شفتها، وهاد هاد السيده هاد اللون هذا ما خافيش عليا. كنقول لها ما نعرف. صافي ما كنتش كنديرها في الهضره، تعقلت انا فرحانه باختي وديك الشيء رجعت عندنا وجابت وليدها في يدها. ايوا هنا غادي نعرفوا بلي اصلا داك الولد هو اللي مشات حامله به. من بعد السيده تغدات عندي ديك النهار، شديتهم من العشاء، راجلي جا ديك العشيه تصوروا ملي لقاوه عاد هنا عندي في الدار هو يسلت مو شافته انا ما شفتوش. قالت لي راه فلان جا وراه مشى. قلت له ولكن ما عرفتش علاش جا ومشى زعما كيفاش وقع له؟ قالت لي ما نعرف. هو تمشي تمشي وتدور وترجع عندي تقول لي لا على بنيتي راه هاد المراه هادي راه ما عرفتش شتها. المهم صافي تشات اختي ديك الليله مشات بحالاتها، عقوسي جلس معايا يومين حتى شطبوا داك الشيء اللي بقى. راكم عارفين كتبقى الماكله والخير موجود، تاكلوا معايا داك الشيء كامل كملناه، ومشات هزت بنتها ومشات بحالاتها. صافي هاديك من بعد موراها ولينا انا وراجلي شدين نقطعوا لكلينا في المشاكل. السيد هاد راجل كيدور فيا. واحد النهار جات عقوسي على غفله لقاتو ضربني، لقاتني كنبكي عرفتو عيني زرقاء غادي تفلت قدامي. قالت لي شنو كاين ياك لاباس؟ مع العلم انا عقوسي وليت انا وياها بحال العسل مع السمن. صافي متفاهمه معاها كنشي لها حويجات كنتهلا فيها، المهم ما خاصها معايا حتى شي خير. مني راسبا اختي كانت جلست تقريبا شي 3 شهور في المغرب ولات مشات بحالاتها. انا ما عندي الصراحه ما نعاود. ايوا هي هذيك جات عقوسي قالت لي مالك شنو كاين ياك لاباس؟ قلت لها ولدك ما عرفتوش مالو. دابا هذه واحد 3 شهور هو مبدل عليا
كان في شكل ورجع في شكل. ايوا كلشي بقات غير كتشوف. قالت لها بنيتي واشكون غادي نقول لك داكشي اللي بينك وبين راجلك، انا ما عنديش نتدخل فيه. قلت لها خالتي انا شنو درت الهضره معاه؟ هضري مع ولدك. ايوا السيده غادي تفاجئني. قالت لي شوفي راجلك راه ما به حتى شي حاجه، به المراه ديال شحال هذه اللي كانت لاصقه فيه. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيف ما سمعتي. عقوسي ما قالت لي والو ديك الساعه. قالت لي المهم انا غادي نجيب لك الدلائل. قلت لها لا راجلي ما يمكنش. قلت لها ما يمكنش ما تقوليليش انا هاد الهضره نهائيا. قالت لي دابا نجيب لك الدليل والبرهان. ما علي من عقوسي اللي كنعرف ان العلاقه ديالي انا وياه تحسنت، يعني ما غاديش تبقى لي شي حاجه ديال الضر. ولات كتقول لي غير انت عروسي في الدنيا. المهم بقات تقريبا واحد 3 ايام حتى واحد النهار وهي جات عندي، جات لقاتني عاوتاني كنبكي. هاد المره ما ضربنيش ولكن بديت انا كنقول ليه انت تبدلتي عليا وشكون اللي بدلك؟ قال لي انا باغي نتزوج يلا. ومن بعد جيت انا فاش قال لي داك الهضره قلت صافي عقوسي عندها الحق. جات عندي بقيت كنشكي عليها. قلت لها قلت لك شنو ها شنو؟ وهي قالت لي راه ما يتزوج ما والو، اصلا المره اللي راه طايح فيها راجلك واللي كان طايح فيها شحال هادي راه مزوجه، ولكن اللي اخطر من هذا الشيء كامل هو. قلت لها شنو هو؟ قالت لي راه والده منه. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيفاش كيفاش. وراتني شي تصاور وشي اوديوات ولدها هضرت معاه في التليفون وقالت له ولدي شنو دارت لك مراتك وكيفاش. عطاتني داك الاوديوات هضرت معاه بالعاني بالاوديوات باش تجيب لي الدلائل والبراهين. هضرت معاه بالاوديوات قالت له شنو مالك مع مرتك علاش ضربها؟ قال لها عمي خطيني انا راه اللي فيا كافيني، مالك ولدي علاش وكيفاش ياك هذا؟ قال لها امي المرة اللي كانت حملت مني وما بغيتوش تخطبوها لي وقعوا داك المشاكل، عقلتي عليها؟ قالت لي هي. قال لي هو راه هي اخت فلانه. هو ما كانش عارف الدار ديال اختي، هو ما كانش عارفها في الاول اختي، هو كان عارف ساكنه في داك الجهه هذيك وكيجي يقلب عليها ملي غبرات، يعني لقيت راسها حامله غبرات، يعني داك الدري اللي جابت في يديها ولده. وهذا الشيء هذا غادي يعرفوه هو حيت هي جات كتقلب عليه، وفاش قلبت عليه ولقاته قالت لي راه ولدك ها ولدك. قالت لي ولدك بغيت نعرفك بولدك، هذا الولد ماشي ولد النصراني راه ولدك. وهاد الهضره كامله بالديتاي بالدليل وبالبرهان. صيفط لها التصاور ديالها ديال شحال هادي فاش كان معاها، وهي كتقول ليا وليدي معذورني انا ملي شفت السيده وانا كنقول فين شفت هاد السيده فين شفتها ساعه هي فلانه. هما ما كانوش اصلا عارفيني انا باللي انا اختها وباللي هادوك والديها، يعني هو كان طايح فيها في الاول وكان باغي يتزوج بها وكان مثلا ما مطلقش مراته بحال والديه ما وافقوش عليها. صافي هو ملي سمح فيها ماشي سمح فيها بالعاني، هو صافي قالت لي انا راني حامله. قال لي انا مازال ما فكتش مشاكلي مع مراتي، تات هي بحال خافت هربات، يعني ما فكتش المشكل ديالها معاه، ما قالت ليه والو. حتى دازت ديك السنوات كامله عاد جايه كتقلب عليه وكتقول له بلي هاد الدري راه ولدك خصك تعرفو. هو صافي ملي عرف الحقيقه ديال ان هذيك اختي يعني من التربيه وداك الشيء ما تقبلش. هي ما عرفاش بلي راجلي حيت ما تشافتش معاه، ما كتعرف حتى واحد، ما كتعرف لا عائلته لا والو. واخا امو كانت كان هو كان موري لها التصويره ديالها، كان دالها التصويره وقال لها البنت اللي راني باغي بحال هي عقلت عليها وما عقلتش فين شافتها، يعني ما تعرفتش عليها مباشره. اللي قالت لي هاد الهضره ما نكذبش عليكم ما تسعتنيش الارض، بغيت نهبل بغيت نتسطى بغيت نحماق. دابا والله ما عرفت شنو غادي ندير. الراجل قالت لي ما تقوليلوش. قالت لي الا قلتي له راكي غتجيبيها في راسك. دابا شوفي كيفاش غادي ديري وفكي المشكل غير بلاتي. انا كنقول ليه طلقني كيقول لي بغيتي تطلق مرحبا، بغيتي نخربوا هاد العش نخربوا ما عنديش مشكل. دابا كنقول ليها واش هو مع واش هو معها لا علاقه؟ كتقول لي ما نعرف. هو بعدا راه كيهضر معها، هي كما كانش كيهضر معها ما غاديش يعرف بلي هذاك الدري ولده. قالت لي ما نعرف. المهم الدري قالت لي مقلوب عليك. واش هي قلباتو هو اصلا ما قايل ليهاش حيت قالت له واش هي في خبرها بلي هذه مراتك هي اختها؟ قال لها ما في خبارها والو. قال لي انا دابا ما عرفتش واش نقول لها الحقيقه ولا لا. وانا خواتاتي راني كنقول ليه طلقني، هو كيقول لها بغيتي تطلقي سيري جمعي وراقك وسيري للمحكمه جري طوالك، انا ما عنديش الوقت باش نطلق ولا نطلع ولا نهبط. وانا خواتاتي ما عرفتش شنو غادي ندير وراني حاصله الحصله ديال الكلاب. عافاكم من نصحوني، كنطلب اختي امينه تنصحني. هادشي اللي كاين كنشكركم بزاف وبسلام عليكم. وكيف ما سمعتوا كاملين عييت باش نختصر في هذه القصه باش ما تجيناش طويله، ولكن ما عندنا ما نديرو. قدر الله ما شاء فعل. هذا الشيء هذا ما خصوش يتسكت عليه اولا، هذا الشيء خص يتفرقع هذه الرمانه وتحط في الوسط وتشوفوا الحل. دابا انت مزوج بك اختك كان زنا معاها متفقين، دابا هو الا كان مثلا باقي شاد فيك وباقي باغيك واختك كانت مجرد نزوه ربما كان كيبغيها وبغى يتزوج بها وما ربي ما وفقوش، والصدفه جات يعني فاش جا كيقلب عليها وقطع منها ليا وشافك انت بغاك انت
هو كان كيعرفها في اطار يمكن العمل ولا في اطار القرايه الله اعلم الطريقه باش عرفتيها وياه. مي هو ما غاديش تلومي حيت هو بحال الحاله اللي تلومي فيها هي كون كان عارفك، حيت هو على ما قلتي انت داك الاوديوات كامل اللي سمعتك عقوسك وداك التصاور داكشي راه داكشي كامل كياكد الهضره ديالي، يعني هو ما كانش مخطط لهذا الشيء، جات بالصدفه وصافي حملت منه. ولكن كتب يتزوج بك انتيا، دابا اختك الا سقط الخبر باللي مزوج بك انتي غادي يوقع البلبله وغادي توقع بزاف، ربما تلومك تقول لك لا انتي اللي درتي هكا، انتي اللي بلعاني اختك حيت واخده عليك موقف من شحال هادي. فلهذا عزيزتي هذا الشيء هذا واخا غادي يضر العائلات وغادي توقعوا في مشاكل كثر من هذا الشيء اللي راكم فيها، ولكن قال لك المصيبه قد ما كبرت كتصغر، كبرها تصغر. هادشي ما نقول لك انا فرقع الرمانه، هادشي خصو يقولوا والديك الخبر. ما عرفتش الاب واش في خبره ان البنت ملي خرجت مشات حامله، المهم باك خصو يسيق الخبر امك اللي رباتك. هذوك شوفي واخا رباوك راه الوالدين هما اللي كربيو ماشي اللي كيولدوا، ما الولاده الله يحسن العوان لا يسمح لنا من الوالدين، اي وحده تقدر تولد المشوره هكا تولد، ولكن المراه هي اللي كتربي وكتكافح وكتسهر باش نكونوا واضحين. فلهذا غادي تجلسي والديك بجوج او بالاحرى الام ديالك البيولوجي وغادي تسري لهم هذا الشيء وغادي تشرحي لها هذا الشيء. وبطبيعه الحال النهار اللي تشاورت معك اختك قلتي لها امك اللي غادي تلقى لك الحل، انا كنقول لك دابا امك هي اللي غادي تلقى لك الحل. وهذا الشيء اللي كاين اختي، الله يدير لك شي تولد الخير، الله يسمعك اخبار الخير. شكرا لك، شكرا للناس كاملين اللي متبعينا في هذا لاشين الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش تابوناو في لاشين كاملين قصص وروتينات امينه، سمح حكيتي رقم جوج قصه.